علي طبعا شخصية جميلة جدا كإنسان، كلاعب كرة يعني سمة الإخلاص متوفرة فيه، في صفات كتيرة جدا يعني من الصفات ولاد النادي الأهلي، وأعتقد أنه هو يعني حياته كانت حافلة سواء في مصر أو خارج مصر أو بالنسبة للمنتخبات. حسام شخصية يعني ليها صفات بارزة جدا، صفة الإخلاص كانت واضحة جدا في كل يعني المواقف بتاعته، يعتمد عليه، إنسان بيفرض دايما الشخصية الإنسانية بتاعته. أعتقد أنه هو يعني من الكوادر المستقبلية، لأنه هو بالشخصية بتاعته بيفرض نفسه، وفي صفات زي ما بقول كده، صفات اللي هي تقود، عنده حتة القيادة موجودة، وعنده يعني شيء أنا بسميه جيناتي الوراثية لنجوم النادي الأهلي. مش كل نجوم النادي الأهلي لما بيطلعوا بيبقى عندهم هذه الصفات. أتمنى له التوفيق إن شاء الله في حياته المستقبلية، يختار بيها اللي يناسبه يعني. إنما ما أعتقدش إن حسام كشخصية يعني إحنا هنسيبه، بمعنى إن أكيد هيبقى ليه دور في النادي الأهلي، لأن دي النوعيات اللي هي القليلة اللي بالظبط كده يعني بنقدر ان احنا نحس انها يعتمد عليها ان شاء الله. لعيبة النادي اللي عندها ما يكفيها من الخبرات، الجهاز الفني والاداري عنده برضو ايضا خبراته اللي يقدر يتعامل بيها مع الموقف. المباراة طبعا مهمة جدا، لانها يعني ممكن تخرجنا من ظروف معينة احنا موجودين فيها، وهتساعدنا اكتر ان البداية بتاعت الموسم اللي هي ممكن تكون نهاية يعني بصرف نظر عن مباراة النادي المصري، إنما هتبقى آخر مباراة لينا في الوقت الحالي بالنسبة لأفريقيا. هنخش بقى بعد كده هيكون برضو ظروف الفرقة، إصابات إن شاء الله تكون خفت، إذا كان في دعم هيكون ظهر، فالرؤية هتبقى مختلفة. فالمباراة دي هيبقى ليها دور مهم قوي في تبسيط وتيسير الأمور في القادم بإذن الله تعالى. ولعبتنا إن شاء الله يعني عندها ما يكفيها من الخبرات والقدرة والرغبة والإرادة إن شاء الله، إنهم يخلوهم يعني يقدموا مباراة كويسة ويخرجونا من الموقف اللي احنا فيه.